18 عاما مرت على سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين وبداية عهد جديد في العراق ما بعد 2003، إلا أن الوعود الأمريكية بالديمقراطية لم تتحقق، وبقي العراق طوال هذه السنوات يعاني أزمة تلو الأخرى. فلماذا فشلت فكرة الديمقراطية في العراق؟ ولماذا لم تتحقق وعود واشنطن بدولة مستقرة ديمقراطية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي من لندن الباحث والكاتب حميد الكفائي، ومن واشنطن الخبير الاستراتيجي كوري مايلز. دعني أبدأ معك أستاذ حميد، والسؤال الذي يتردد الآن: ماذا تحقق يعني بعد 18 عاما يعني تم فيها الحديث عن الديمقراطية، عن الانتخابات، وعد الشعب العراقي بديمقراطية ودولة مدنية، إلا أنه ما يقال الآن أن كل تلك الوعود الأمريكية فشلت في تحقيق نفسها وفي فرض الدولة المدنية على العراق؟ نعم، تحية لك أستاذ عبد العزيز وللضيف من واشنطن. الولايات المتحدة للأسف وضعت العصي في عجلة الديمقراطية منذ اليوم الأول لوصولها إلى العراق. لا أدري إن كان مقصودا أو لا، ولكنني كتبت كتابا وأوضحت فيه، هذا هو الكتاب، أوضحت فيه كل الأسباب التي أدت إلى فشل الديمقراطية في العراق. وأولى هذه الأسباب هي أخطاء أمريكية وقعت فيها، وهي حل الجيش العراقي، اجتثاث البعث، السماح للميليشيات أن تدخل العراق مسلحة، تسليم الحكم إلى أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية أو جماعات سياسية دينية لا تؤمن بالديمقراطية، بل توالي نظاما معاديا للديمقراطية وهو نظام ولاية الفقيه في إيران. الولايات المتحدة كانت تعلم بذلك، وهي التي أشرفت على إسقاط الدولة العراقية، وليس فقط إسقاط النظام، إسقاط الدولة. وبعد ذلك خرجت من العراق وسلمته كليا إلى الميليشيات الإيرانية، بالتحديد إلى إيران، إلى الحرس الثوري الإيراني. والآن العراق يعاني من مشاكل كبيرة، من انهيار اقتصادي، انهيار أمني، تدني في الخدمات، تدني في مستوى المعيشة، وإلى آخره من المشاكل. الشعب العراقي الآن يعاني من القمع ويعاني من الخوف، الميليشيات تقتل وتخطف وتسرق وتنهب وتبتز دون وازع أو رادع. كل هذا كان نتيجة للأخطاء الأمريكية الفادحة، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في العراق. أنا لا أدعي أنها بقصد، ولكن هذه الأخطاء كانت واضحة، ونحن الذين عارضنا النظام، أنا من الذين عارضوا نظام صدام حسين، وكنت مشاركا في العملية السياسية، يعني كنت مشاركا في الدولة العراقية ما بعد 2003، وقد أخذ رأيي في الأمر وقلت أن هذه أخطاء فادحة، اجتثاث البعث، حل الجيش، ولكن أقدم عليها الأمريكيون دون أن يستشيروا أحدا من العراقيين. طيب بل استشاروا الأشخاص الخطأ. خلينا أذهب إلى الأستاذ كوري مايلز. سيد كوري، يعني بعد ما تحدث به الأستاذ حميد وأبرز النقاط المهمة التي يراها من وجهة نظره على أنها سبب
انهيار التجربة الديمقراطية في العراق أو فشلها أو اصطدامها بعراقيل كثيرة، هل كانت الوعود الأمريكية للعراقيين وعود واقعية أم يعني أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمجتمع العراقي؟ تفضل. قبل كل شيء شكرا جزيلا لاستضافتي، أنا فخور بأن أكون معكم هنا. أتفق 100% بأن طريقة السفير بريمر وطريقة تعامله في العراق هذا أدى إلى هذه الأمور الكارثية. الآن أعتقد بأنه لم يفهم بأن هناك الكثير من الناس الذين كانوا مع البعث ليس لأنهم مولون لصدام، ولكن فقط ليرتقوا في الجيش، ليترقوا عفوا، و ليحموا عائلاتهم. إذا أعتقد بأن هذا كان سوء فهم. أما كما أنه في 2005 الدستور وخاصة المادة 76 تحدثت عن هذه الديمقراطية الطائفية حيث وضعت السلطة في يد البرلمان. إذا الشعب ينتخب البرلمان، ولكن البرلمان هو الذي يختار الرئيس، والرئيس فقط يختار من أولئك الذين يدفعهم البرلمان من الحزب الأكبر. وهذا أعطى طبعا للأحزاب الموالية لإيران مثل الدعوة وبدر والأحزاب الأخرى التي هي مولية لإيران وليست مولية للعراق. إذا أعتقد حينما يكون هذا القضاء على البعث أدى إلى هذه الطائفية والعنف في المدن، كما أدى هذا إلى العديد من العراقيين المدنيين لأن يقتلوا، ولكن ليس فقط الولايات المتحدة، كل التحالف. طبعا أنا أحيي كل الشجعان الذين طبعا حاربوا هناك ضد داعش. هؤلاء هم الشباب الذين طبعا يريدون أن يجتثوا الفساد المستشري في البلاد. يمكن أن ننظر إلى الأخطاء وأين حدثت، ولكن علينا أن نركز أيضا الأنظار على الحشد الشعبي وكتائب حزب الله وكل أولئك الموالين لإيران، فلا يزالون يزعزعون استقرار العراق. وأعتقد أن هناك حلا للكاظمي وأيضا للرئيس برهم صالح بأن يدخل مثلا تلك الميليشيات في الجيش العراقي أو الشرطة الفيدرالية للتخلص من حيدر العبادي الذي يقودهم، وأيضا السماح أيضا للقوات مكافحة الإرهاب حتى يتخلصوا من هؤلاء ويعود العراق مستقلا كما كان. طيب أستاذ حميد الكفائي في لندن، على من تقع يعني مسؤولية ما حصل في العراق أو ما وصل إليه العراق اليوم؟ لكن نحن تحدثنا عن أسباب أنه بريمر وسياسته وما من حل الجيش، من اجتثاث البعث، من تفضيل الحركات الطائفية غير الديمقراطية، لكن أيضا هل يتحمل العراقيون مسؤولية أو تتحمل يعني العراقيون يتحملوا المسؤولية لأنهم هم الذين أداروا اللعبة السياسية، هم جزء من الانهيار الذي يحصل الآن. فساد 450 مليار دولار نهبت من البلد، البلد يحتل يعني مرتبة متدنية يعني في سلم الفساد في العالم، استنزاف حوالي 25% من دخله، هناك أرقام مفزعة بالنسبة للعراق. لكن أيضا نحن نرمي المسؤولية على الولايات المتحدة وعلى بريمر على أنه هو السبب الرئيسي، لكن أيضا على المسؤولين العراقيين هناك مسؤولية كبيرة. تفضل. بالتأكيد العراقيون يتحملون مسؤولية، ولكن الولايات المتحدة جاءت بجيوشها لإسقاط النظام، لكنها أسقطت الدولة، إذن هي التي تتحمل المسؤولية، هي التي جاءت بالجماعات المسلحة، هي التي جاءت بالأحزاب الدينية وسمحت لها، هي التي رعت هذا النظام. لا يمكن أن نلوم الشعب العراقي، ولا يمكن أن نلوم العراقيين بشكل عام، ولكن بالتأكيد تقع اللائمة أيضا على الجماعات بس أستاذ السياسية. أستاذ حميد اسمح لي بالمقاطعة، يعني الشعب العراقي اتجه إلى صناديق الاقتراع واختار هؤلاء الزعماء الطائفيين الذين عبثوا في المال العام وقدموا أسوأ الأمثلة لإدارة الدولة، فهل يعني نبرئ الشعب العراقي أم أن هذا الاقتراع كان زائف؟ بالحقيقة الشعب العراقي أنا أبرئه تماما. أولا الانتخابات لم تكن حرة ولم تكن شفافة، وهؤلاء هم المتوفرون المتاحون للناخبين،
الذين جاءت بهم للولايات المتحدة ومكنتهم وسلمتهم السلطة. فالشعب العراقي لا يمكن أن يكون مسؤولا إن كانت خياراته محدودة، وإن مكنت الولايات المتحدة هذه الجماعات من تزوير الانتخابات. الانتخابات معظمها مزورة من الانتخابات الأولى حتى الأخيرة في 2018، لذلك الانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب العراقي. وهل أستاذ حميد يعني تأمل خيرا في الانتخابات التي أقرت اليوم، أقر موعدها اليوم؟ لا لست متفائلا أبدا بوجود جماعات مسلحة، عشرات الميليشيات التي أسستها إيران وسلحتها ودربتها تجوب الشوارع وتسيطر على المؤسسات وعلى المطار وعلى المنافذ الحدودية. لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الأجواء. يجب أن تكون هناك قوى وطنية تحرس وتؤمن الانتخابات. الانتخابات المقبلة قد تكون، أنا أمل أن تكون مختلفة، ولكن قد تكون مشابهة للانتخابات السابقة، بحيث أن التزوير سيكون السمة الأساسية فيها، وأن الإرهاب والترهيب والترغيب وقلة الخيارات المتاحة أمام الشارع العراقي، أمام الشعب العراقي. فإذا الديمقراطية لا يمكن أن تقوم في ظل هذه الأجواء، في ظل غياب مؤسسة أمنية مهنية يعني تطلع في تأمين الجميع، وفي أن تحرس صناديق الاقتراع، وأن تمنع الإرهاب والابتزاز والخطف والقتل الذي تقوم به الميليشيات. كل الجماعات السياسية العراقية الحالية لديها ميليشيات، هذه ليست أحزابا. 53 ميليشيا مسلحة ترعاها إيران، يعني تقارب 53 ميليشيا، أكثر من 53، حوالي 70 ميليشيا، وكلها إن لم نقل معظمها موال لإيران. فإيران تعادي الديمقراطية، إيران ليست دولة ديمقراطية، نظام ثيوقراطي قروسطي، ولا يمكن أن نقول عن العراق أنه دولة ديمقراطية. طيب. لأنه الدولة الديمقراطية لها أسس، والحرية والأمان أساسان مهمان من أسس الديمقراطية، وهما غير متوفرين في العراق الآن. طيب خلينا نذهب إلى واشنطن والأستاذ كوري. سيد كوري، يعني هل كانت الولايات المتحدة تملك خطة واستراتيجية طويلة الأمد في تعاملها مع عراق ما بعد 2003؟ أعتقد بأنه كان هناك العديد من الاستراتيجيات والعديد من السيناريوهات. كان هناك تغييرات أدخلت، وأحدى تلك التغييرات كانت الثورة التي حدثت بعد طبعا محاربة البعث، وطبعا كانت سياسة فاشلة ولم يفهموا ما هو حزب البعث. أعتقد بأنه سيد كفائي محق جدا هنا. هناك قضايا رئيسية ينبغي اهتموا بها، وهي الميليشيات الموالية لإيران. هناك حوالي 70 ميليشيا تابعة لإيران، مثل هذه العامري وحزب الدعوة والمالكي وغيرهم. أعتقد بأنه ينبغي الاعتناء بهم وتركيز الاهتمام عليهم، وينبغي أن طبعا كما قلت أن يعيدوا أو أن يمحوا ما فعله هادي العامري، وبأن حكومة العراق والدستور المادة 138 من الدستور ينبغي تطبيقها لحماية كل المتظاهرين. كل هؤلاء الشباب العراقيون الذين يخرجون كل يوم ويخاطرون ويتظاهرون ضد الفساد، فعليهم ينبغي أن يحموا، وينبغي مهاجمة أو مواجهة تلك الميليشيات، ويسمحوا لقسم مكافحة الإرهاب مع مساعدة المجتمع الدولي بأن يساعدوا إما بإدخال تلك الميليشيات في شرطة فيدرالية أو الجيش العراقي، أو أن يتم حظرهم تماما. هذا سيوقف طبعا قدرات الإرهابية للنظام الإيراني حتى يؤثر على الانتخابات والديمقراطية في العراق. طيب أستاذ كوري، يعني الأثر اللي تسبب فيه اتفاق انسحاب القوات الأمريكية 2011
يسهم وأسهم في المشاكل التي تحدث، سيطرت حتى هذه العصابات ويسهم الآن أكثر في ظل الانتخابات المقبلة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تراجع سياستها في الانسحاب وأن يكون لها دور فعال لمساعدة الحكومة العراقية في السيطرة على الشارع وفي تأمين انتخابات حرة هذه المرة وبوجود الأمم المتحدة وبوجود قوى دولية تشرف عليها، أم أن الأمر في غير متناول الأمريكان ومتناول المجتمع الدولي وأن السيطرة لهذه الميليشيات والإيران على الواقع العراقي؟ أنا أشعر بكل تأكيد بأنه تحت قيادة المالكي وعبد المهدي رأينا هجمات ضد الأمريكيين، رأينا ذلك أيضا هجمات ضد الكاظمي، ورأينا بأنه كان هناك منتدى الذي يريد أن يقيمه مقتدى الصدر لإخراج الأمريكيين لأنهم هم الوحيدون الذين يدعمون الحكومة العراقية ضد النظام الإيراني. أعتقد أن إخراج القوات الأمريكية قد أضر بقدرتنا على التدريب والمساعدة والتمويل، وأنا لا أثق في طبعا الأمم المتحدة ولا أعتقد بأنه يمكن أن تساعد. أعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك تحالف عربي يساعد العراق كما رأينا مثل السعودية والدول الأخرى التي طبعا عملت مع اتفاقية الإبراهيمية مع الرئيس ترامب، وأعتقد أنه ينبغي محاسبة إيران، ومع إضعافنا لإيران بالعقوبات فينبغي أيضا مع الانتخابات المقبلة في العراق يمكن أن نضعف تلك الميليشيات ونعطي العراقي ما يستحقه من حكم ديمقراطي. طيب أستاذ حميد الكفائي في لندن، يعني أدى عدم فهم أمريكا لتركيبة العراق الإثنية وأيضا المذهبية في تعقد الأوضاع في البلد، بل ساعدت الولايات المتحدة بسياساتها في ترسيخ الطائفية كما رأينا ما يحدث في دول أخرى عديدة ممن طالتهم الطائفية والإذعان لها في العمل السياسي بجعلها في مشاكل، نرى ما يحدث في لبنان العراق وغيرها من الدول التي تتمسك في الطائفية. لكن هل تعول على الوعي الشباب في العراق الذي الآن نراه يخرج في مظاهرات، نراه يخرج لاعنا الطائفية ولاعنا الساسة الذين يتشبثون وراء متاريس الطائفية، هل تأمل خيرا في مستقبل العراق مع هؤلاء؟ أستاذ عبد العزيز، الطائفية كانت ضعيفة في العراق، تأججت بعد أن جاءت الولايات المتحدة أو سمحت للأحزاب الطائفية بأن تتسيد الموقف. الآن بالتأكيد الشباب العراقي ثار على الطائفية وثار على الأحزاب الطائفية وثار على المتشدقين بالدين، ولكن دفع ثمنا غاليا، يعني مئات الآلاف قتلوا من العراقيين منذ 2003 حتى الآن على أيدي الميليشيات وعلى أيدي الإرهابيين من داعش وغيرها، حتى أن داعش لم تكن موجودة أصلا سابقا وإنما تأسست بسبب هذه الميليشيات وبسبب الأحزاب الطائفية التي جاءت بها الولايات المتحدة. أستاذ حميد يمكن بس أقاطعك وأزيد حاجة، أنه هناك 250 ألف شاب أو رجل عراقي وسيدة عراقية يعني اختفوا من الشارع العراقي، اختفوا من بيوتهم. هذا يمثل ضربة كبيرة جدا لأي مسعى للتغيير وأيضا ترهيب لهؤلاء الشباب من العمل للتعبير السياسي. نرى كل يوم يختفي شباب، كل يوم يتم قمعهم، كل يوم يتم اختطافهم حتى من منازلهم، ولا نرى أي رد فعل أمني قوي جدا ضد هذه الميليشيات. لأنه القوى الأمنية مخترقة وهناك ميليشيات لها أجندات سياسية داخل الجيش وداخل القوى الأمنية، ولذلك لا ترى أي ملاحقة لهذه الجماعات التي تخطف وتقتل. هناك مثل ما قلت 250 ألف اختفوا، ولكن هناك ملايين ممن هم هاجروا أو تركوا منازلهم أو عاشوا في ظروف صعبة، كل ذلك بسبب هذه الميليشيات وبسبب الجماعات المسلحة المتنفذة التي تسيطر على الدولة العراقية الآن. هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية دولية على الولايات المتحدة أن تحمي الشعب العراقي من هذه الميليشيات. لا يمكن
أن يقول الضيف الأمريكي أنه نحن نعول على الشباب. الشباب يقتلون يوميا، مئات الشباب قتلوا خلال سنتين، آلاف جرحوا، مئات آخرون اختطفوا، والولايات المتحدة صامتة وكأن الأمر لا يعنيها. هذا غير صحيح. يجب أن يكون هناك إجراء دولي لردع إيران وردع الجماعات الموالية لإيران المسلحة الإجرامية التي تقتل بالعراقيين. هذا الأمر لم يعد يعني بسيطا، هذه المسألة في غاية الأهمية. الولايات المتحدة هي السبب، هي التي جاءت وأسقطت الدولة. نعم كان هناك نظام دكتاتوري، ولكن يجب أن لا ما كان عليها أن تسقط الدولة العراقية. الآن بسبب هذا الفعل، بسبب إسقاط الدولة، يقتل العراقيون ويقام نظام كسيح يقال إنه ديمقراطي وهو ليس كذلك. هو نظام قائم على الفساد وعلى إلغاء الآخر وعلى ملاحقة الأحرار وقتل المثقفين وقتل الأكاديميين. ولذلك هاجر العراق، يعني هاجر من العراق آلاف بل مئات الآلاف من المهنيين والمهندسين والأطباء والمثقفين بسبب عدم قدرتهم على البقاء، عدم قدرتهم على العيش، وهم غير سياسيين. يعني الملاحقة يعني تمارس ضد كل إنسان حر، وهذه مسؤولية أخلاقية، وعلى الولايات المتحدة ألا تتنصل من هذه المسؤولية وتتركها فقط للشباب العراقي. نعم الشباب العراقي شجعان وهم يتصدون بأرواحهم، ولكن يجب أن تقدم لهم المساندة، ويجب أن تردع إيران. لولا إيران لما حصلت كل هذا القتل والدمار في العراق. إيران هي التي تشجع الجماعات المسلحة. أستاذ حميد، معروف أنه تماما الدور الإيراني في ذلك. خلينا نرجع لواشنطن والسيد كوري. سيد كوري، يعني سمعت ما قاله الأستاذ حميد، الولايات المتحدة مسؤولة أولا وأخيرا عن ما حدث في العراق خلال هذه 18 عاما. أيضا عليها الآن أن لا تهرب من الواقع الذي فعلته ومن الفشل الكبير الذي حدث في العراق. عليها أن تعيد سياساتها مرة أخرى لدعم الشعب العراقي. هل تؤمل خيرا في هذه الإدارة الديمقراطية بأنها ستصحح الأخطاء التي وقعت سابقا، وأيضا أن لا يكون هناك شخص واحد أمريكي مسؤول تماما عن شعب وعن دولة بقراراته جعلها تنهار؟ هل هناك أمل في التحرك الأمريكي، تحرك أصوب هذه المرة؟ دعني فقط أقول وأصحح إحدى الأشياء التي ذكرها السيد كفائي. أنا لا أتطلع لأن يحارب الشباب لوحدهم في هذه الحرب، لا أتطلع لأن يحارب العراق في هذه الحرب لوحده. أنا أقول بأنه حين الولايات المتحدة تهاجم تلك الميليشيات، فما يحدث هو أن العديد من تلك الأحزاب السياسية مثل الدعوة وبدر يتقدمون ويحاولون أن يكون هناك جسر البرلمان لإخراج الأمريكيين. ينبغي أن يكون هناك تعاون مع الحكومة العراقية. علينا أن نحل الميليشيات هناك حتى لا يكونوا جزءا من القوات الأمنية العراقية. إذا لم يكونوا جزءا من القوات الأمنية العراقية فهذا سيسمح للأمريكيين ولقوات التحالف لأن يقوموا بهجمات ضد الإرهاب، ضد تلك الميليشيات المولية لإيران. الهادي العامري ومقتدى الصدر والحكيم وغيرهم ما يريدونه هو أنهم يريدون الولايات المتحدة أن تهاجم تلك الميليشيات حتى يقولوا إن الولايات المتحدة تنتهك السيادة العراقية وإنهم يهاجمون قوات رسمية، ثم يمكن أن يطالبوا بإخراجهم، وهذا ما حاولوا فعله. إذن نحن نحتاج الحكومة العراقية لأن تعمل مع الولايات المتحدة في التحالف حتى يمكن كما قلت أن ننزع صفة رسمية عن تلك الميليشيات. يمكن أن نعطيهم صفة، يمكن أن نحارب معهم داعش، يمكن مثلا أن نحتفل معهم، ولكن لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين، فهذا سيصعب على الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب مثل كتائب حزب الله وعصائب الحق وغيرها من الميليشيات. إذا واجهناها فسيكون هناك حركة من البرلمان لطرد الولايات المتحدة. طيب أستاذ حميد الكفائي في لندن،
يعني المشروع الأمريكي لديمقراطة العراق وبهذا الفشل الذي قدم أيضا يقدم رسائل كثيرة للعالم العربي والدول الأخرى. الخوف هو من تكرار التجربة الأمريكية الديمقراطية في دول أخرى وبالتالي انهيار هذه الدول ووقعها فيما وقع فيه العراق، الدولة الغنية، الدولة التي فيها لديها كل الإمكانيات لكي تصبح دولة ديمقراطية مدنية حديثة ومتحضرة، إلا أنها وقعت في فخ الطائفية والفساد وغير ذلك. هل يعول على التجربة الديمقراطية الأمريكية في دول أخرى أو على الخطاب الديمقراطي في دول أخرى بعد ما حصل في العراق؟ بالتأكيد لا، التجربة في العراق تثبت عزائم كل الذين يدعون إلى الديمقراطية في العالم العربي. نعم، الديمقراطية قيمة عليا وكل الشعوب تصبو إلى الديمقراطية لأنها تقدم لها الحرية وتقدم لها دولة القانون وتقدم لها الرخاء إلى آخره، ولكن الديمقراطية لا تنشأ مرة واحدة، إنما هي صيرورة تقوم وتنشأ وتتطور بمرور الزمن. الديمقراطيات الغربية تطورت على مدى مئات السنين، لذلك يجب ألا تتكرر هذه التجربة في العراق، خصوصا مع الأخطاء الأمريكية الفادحة التي أستغرب أنهم أقدموا أو ارتكبوها. يعني دولة مثل الولايات المتحدة تمتلك كل هذه الإمكانيات وكل هذه التجربة، 250 عاما من التجربة الديمقراطية، وتأتي إلى العراق وتؤسس لنظام طائفي، نظام غير قابل للحياة، نظام لا يمكن أن يبقى، لا يمكن أن يستمر، وتسبب كل هذا الدمار والخراب. والآن تطلب من الشباب أن يواجهوا بصدورهم الميليشيات التي تدعمها إيران. بالتأكيد أنا لا أدعو الولايات المتحدة إلى الاحتلال أو إلى التدخل العسكري، ولكن أقول عليها أن تتحمل المسؤولية وأن تدعم القوى الديمقراطية الحقيقية وأن تدعم القوى المدنية وأن تدعم استقلال العراق. العراق الآن بلد منتهك مستباح، يدخله قائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس متى يشاء، ويتفاوض مع الجماعات المسلحة ويخرج دون وازع أو رادع ودون أي عائق رسمي. وكان يدخل في أيام الاحتلال الأمريكي أيضا، كان يدخل الجنرال سليماني وغيره، وقد اعترف بذلك الجنرال بيتريوس، وكان يرسل له رسائل. الولايات المتحدة مسؤولة ويجب اسمح لي أستاذ حميد، اسمح لي شكرا. نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكر ضيوفي من لندن الباحث والكاتب حميد الكفاية ومن واشنطن الخبير الاستراتيجي كوري ميلز. نلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نيران صديقة.